19 نوفمبر 2019 ذكرت مجلة وول ستريت جورنال إن وزير الخارجية الأمريكي جه مصر عشان يقابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويسلمه رسالة من دونالد ترامب بيقول له فيها بلاش صفقة السوخوي 35. لو عاوز تعرف ليه أمريكا بتضغط إن مصر ما تحصلش على المقاتلة دي من روسيا اشترك في القناة ودوس لايك ويلا بينا على التفاصيل. سوخوي 35 أو ما يعرف باختصارا SU-35 هي طيارة من الجيل الرابع المعزز 4++. كل اللي ينقص الطيارة دي عشان تبقى من الجيل الخامس هي إمكانية التخفي، بالرغم من إنها ليها بصمة رادارية أقل من أي مقاتلة تانية في الجيل بتاعها. السبب اللي بعد كده ان الكابينة اللي جوه الطيارة مختلفة عن اي طيارة روسية تانية، يعني الطيارة السوخوي 35 هي تعتبر النسخة الاحدث او المعدلة من المقاتلة السوخوي 27. السوخوي 27 من كتر ما هي مرعبة للناتو سماها السوبر فلانكر، والاسم ده بيطلق على الطيارة اللي ليها قدرة مناورة عالية جدا. تخيل بقى روسيا عملت النسخة الأحدث من الطيارة المرعبة SU-27. تاني حاجة بتتميز بيها المقاتلة دي إن بيوكل ليها مهام السيادة الجوية. الطيارة بتتمتع بأكبر قدرة مناورة على مستوى العالم تتفوق على أي طيارة تانية أو أي مقاتلة تانية. قدرة المناورة بتاعة SU-35 بيديها إن هي تقدر تعمل انعطافات حادة جدا لدرجة إنها ممكن ترجع خلف العدو اللي بيطاردها أو خلف المطارد، وده بيرجع لكذا سبب. أول سبب هو جسم الطيارة الانسيابي بشكل جامد جدا. تاني سبب وتقدر تقول إن أهم سبب هو المحرك بتاعها اسمه محرك ساتون، وده بيمتاز بقدرة الدفع مع تغيير الاتجاه، وده بيدي قدرة للسوخوي 35 إنها تعمل حركة كوبرا أو تلتف حوالين الطيارات المطاردة ليها وتبقى خلفها زي ما هتشوف في الفيديو اللي جاي ده. وهي بتتميز باثنين محركين موجودين في جسم الطيارة، وده بيعطيها نسبة أمان أعلى من المقاتلات التانية. يعني لو محرك فيهم وقف المحرك التاني بيقدر يكمل الرحلة مع الطيار. الرادار بتاع SU-35 بيقدر يكشف على مسافة 400 كيلومتر ويقدر يكشف 90 هدف. تاني حاجة بيقدر يتعامل مع 8 أهداف في نفس الوقت. ما تنساش أهم ما يميز الرادار ده إن هو بيقدر يكشف الطيارات الشبحية من على مسافة 90 كيلومتر زي الطيارات الـ F-35. تاني ميزة بتتمتع بيها الطيارة دي هي إن ليها رادار حراري ونظام OLS-35. النظام ده كشف حراري على مدى بعيد جدا. ده بيدي الطيار إن هو ممكن ما يشغلش الرادار بتاعه ويقدر يكشف الطيارات التانية. Оценкам экспертов, около половины стоимости боевого самолета приходится на радиоэлектронные системы, где основным является радар. Он глаза и уши летчика в небе. Любой самый совершенный истребитель станет легкой добычей, если противник раньше его заметит и атакует.
المقصورة أو وحدة التحكم اللي موجودة جوه الطيارة دي معمولة من نظام اسمه هوتاس، وهتلاقي إن الدراع بتاع الطيارة جوه الكابينة محطوط على الجنب غير أي مقاتلة روسية تانية. تاني حاجة، الشاشات العرض اللي موجودة جوه الكابينة بتاعت الطيار هتلاقيها أكبر بكتير من أي مقاتلة تانية عشان تسمح للطيار إن هو يشوف البيانات ويشوف كل حاجة. أهم ما يميز المقاتلة دي إنها تقدر تتعامل مع أي مقاتلة في سلاح الجو الإسرائيلي، بالعكس وتقدر تتفوق عليه. السبب اللي بعد كده هو إن السو 35 جواها نظام حرب إلكترونية كاملة يسمح لها إن تشوش على الرادارات المعادية. تاني ميزة إن الطيارة دي تقدر تشيل 8 طن أسلحة أو تقدر تقول 14 صاروخ أو قنبلة. تاني حاجة، تعتبر الـ SU-35 من أسرع مقاتلات في العالم، سرعتها بتبقى 2.25 مخ، ودي سرعة رهيبة جدا. لو انت جيت قارنتها بالرافال هي أسرع من الرافال، الرافال 2 مخ بس. تاني حاجة، قدرة الارتفاع بتاعة SU-35 هي 18000 متر، بتتميز عن الرافال إن الرافال 16800 متر فقط. المدى بتاع الطيارة سو 35 هو 4500 كيلومتر، وده أعلى بكتير من مدى الرافال اللي موجودة في الجيش المصري. هي سعرها 35 مليون دولار. لو جيت إن أنت تقارنها بالرافال، الرافال أنت بتتكلم في 90 مليون دولار، فرق رهيب.